إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ بكونوا كويسين؟ وجاتلكوا تاني فيديو رياكشن على اسبيه. وقبل ما ابدأ، لو اول مرة بتشوفني اسمي احمد، لو بعمل فيديوهات رياكشن على اسبيه وصبيان، ولو مش لابس اول مرة بتشوفني ومشتركتش في القناة، اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد ارفعه ان شاء الله. ولو شفنا على طول ومشتركتش في القناة، اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد ان شاء الله. و تتابعونا على الانستجرام، اللينك في الديسكريبشن، الاسم في الشاشه. لو عندكم اي مقترحات قولوا لي في التلات تحت، وما تنسوش تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت. و ولا نشوف فيديو. بسم الله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد لأجل صلاة العيد، فرأى الصبيان يلعبون ووجد صبيا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: ما يبكيك أيها الصابي؟ قال له الصبي وهو لم يعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم: دعاني أيها الرجل. فإن أبي مت في أحد الغزوات مع رسول الله، وأمي تزوجت بغير أبي، فأخذ داري وأجل
لك لمالي فصرت كما تراني عاريا جايا حزينا ذليلا فلما أتى يوم العيد رأيت الصبيان يلعبون فتشتت حزني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن أكون لك أبا وعائشة أما وفاطمة أختا وعلي عما والحسن والحسين إخوتا فقال له الصبي أكيف لا أرضى يا رسول الله فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه به إلى آداره فأطمه وألبسه لباس العين فخرج الصبي وما يضحكك الآن فقال لهم كنت جائعا فشابعا وكنت عاريا فكسي وكنت بغير آبي فأصبح رسول الله آبي وعائشة وفاطمة أختي وعلي عمي والحسن والحسين إخوتي فقال له الصبي يا ليت أباءنا ماتوا في أحد الغزوات مرة
ما شاء الله يا جماعة، قصة مؤثرة جدا وروعة طبعا، ودي من أروع الحاجات اللي سمعتها لألما صبي، لألما إسبيه وجروب إسبيه. ولو عجبكم ردة فعلي متنسوش تدعمونا بلايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ترفعوه إن شاء الله، وتابعونا على الانستجرام لينك الديسكريبشن اللي اسمه في الشاشة، ومتنسوش تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت. و عندك اي مقترحات تقولي في التعليقات تحت، ما تنسيش تعملوا شير للفيديو، وان شاء الله بدعمكم نصلي في مشترك في اقرب وقت، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.